تبدأ في باريس محاكمة القراصنة الصوماليين الستة المتهمين بتنفيذ عملية قرصنة عام 2008. شبان تتراوح أعمارهم بين 25 و50، ملاحقون لانتمائهم لعصابات منظمة. هذه الصور هي للقوات الفرنسية التي لاحقت قراصنة صوماليين بعد أن نفذوا عملية اختطاف لسفينة فرنسية عند مدخل خليج عدن عام 2008. 30 من شهر آذار مارس من ذاك العام غادرت السفينة الفرنسية جزر سيشل وعلى متنها أكثر من 30 شخصا قبل أن يعترضها قراصنة أجبروها على النزول في شواطئ الصومال. بعد أسبوع تم تحرير المختطفين بعد أن دفع صاحب السفينة فدية تجاوزت $2 مليون. فرنسا تحتجز اليوم 22 صوماليا لتنفيذهم عملية خطف وقرصنة بين عامي 2008 و2011.